بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نساله سبحانه وتعالى ان يحشرنا واياكم في زمرتهم وان لا يحيد بنا ابدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم فهو ربنا وهو ارحم الراحمين امين امين اما بعد معاشر الصالحين والصالحات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حلقتنا هذه من هذه السلسله التي نسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم فيها وان ينفعنا واياكم بما نقول وبما نسمع وان يوفقنا واياكم للعمل الصالح والعلم النافع. في هذه الحلقه نتطرق لدعامه من الدعائم التي تقوم عليها نهضه الامم الله عز وجل بين لنا نوعين من الافعال في القران الكريم المتعلقه بما نحن بصدد الكلام عنه نوع مذموم ونوع محمود النوع المحمود بين لنا الله عز وجل هو الذي يجب علينا ان نتاسى به ونتبعه فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اسوه حسنه على القراءة الاخرى. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وبين لنا كيف ان الاقوام السابقه وحتى الاقوام اللاحقه كيف انها تاست بمن لم يجب عليها ان تتاسى به. قال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الايه هنا بينت كيف ان الناس اتبعوا قدوه اخرى ما كان يجب عليهم ان يتبعوها القصص القراني مليء بما حدث للانبياء مع اقوامهم وكيف انه كان من اقوامهم من اتبعهم واتخذهم قدوه ففاز وفلح وانجح وكيف انه كان منهم من تنكر لهذه القدوات ليس لان حياته كانت فارغه من القدوات بل لانه اتبع قدوه سيئه فمنهم من اتبع الاباء حتى ولو كانوا على باطل ومنهم من اتبع الانبياء لانهم كانوا على الحق اذا في نهضه الامم او في تدني مرتبتها او حتى في هلاكها عياذا بالله وابادتها نجد اثرا كبيرا لمفهوم القدوه. يعبر عنه بالقدوه، يعبر عنه بالاسوه، يعبر عنه بالمثل الاعلى، يعبر عنه بالمثال الذي يحتذى به، هذه كلها الفاظ متقاربه تعبر عن الشيء نفسه، وهو ان يجد الانسان أن امامه مثلا يتمثل فيه الأمور التي يريد أن يحققها أو يعني يصبو لتحقيقها إما بشكل كلي وإما بشكل جزئي فيتمثله أمامه ثم يسير على خطاه ويقتفي أثره فإن كانت القدوة صالحة كان السير سيرا نحو الصلاح وإن كانت القدوة سيئة عياذا بالله كان السير نحو ما لا تحمد عقبه كل أمة لها قدواتها وهذه الامه الاسلاميه المباركه منذ ان بعث الله عز وجل فيها افضل من يقتدى به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ما بين لنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قدوه في مجال وليس قدوه في مجال اخر، قال لنا لقد كان لكم في رسول الله هو بذاته بصفته بافعاله كلها عليه الصلاه والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ونعت الاسوه ووصفها بالحسنه لان الاسوه يمكن او الاسوه يمكن ان تكون سيئه عياذا بالله. قال اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. يعني من كان يعلم انه سوف يلقى الله عز وجل فعليه ان يتاسى برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم هذه الاوصاف التي اتصف بها النبي عليه الصلاه والسلام من اوصاف الكمال البشري. بثت عن طريق تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه تربيه اسلاميه شرعيه دينيه صحيحه. بثت كل هذه الاوجه وهذه المعالم لهذه الشخصيه المباركه شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام بثت اوجهها وجنباتها ومكوناتها بثت في اصحابه فكانوا لنا خير قدوه لخير امه. خير قدوه اثنى عليهم الحق سبحانه وتعالى في غير ما ايه في القران الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين يعني الله عز وجل اثنى على هؤلاء الـ 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 يعني على هؤلاء الناس وجعلهم لنا اسوه نحتذي بها واثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بالثناء عليهم اذ قال ولو ان احدكم أنفق مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ويقصد بذلك الصحابة لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة بل وبين كيف أنه يجب علينا أن نتبعهم في أمور فهمهم للدين لأنه الفهم الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه حديث العرباض بن ساري المشهور حيث قال عندما تكثر الاختلافات والفتن كيف نتصرف قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اذا هنا امر النبي عليه الصلاه والسلام اثنى عليهم امرنا باقتفاء اثرهم والاقتداء بهم والتمسك بسنتهم. لانهم هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم. شهدوا نزول الوحي. لم يكونوا يفعلون صغيرة ولا كبيرة الا بان يردوها للنبي صلى الله عليه وسلم فيفصل بينهم، فكان تطبيقهم للدين تطبيقا صحيحا. هل معنى اقتداء هل معنى اقتدائنا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان نتبعهم في الالوان التي كانوا يلبسونها في طريقة قص شعرهم في احذيتهم في ما كانوا يركبونه، لا نحن لا نتكلم عن الامور الدنيويه. الامور الدنيويه وما تستقيم به حياتنا الدنيا، هذه امور يمكن للمسلم ان يقتفي اثر غير المسلم، وهذا لا يضر، ما دام الامر لا يمس بعقيدته وبشريعته. فمثلا لو وجدنا الان في المعاصرين ممن لا زال حيا او ممن مات يعني قريبا لو وجدنا فيهم رجلا بلغ من علم الرياضيات مثلا مبلغا عظيما هل لمجرد انه ليس على عقيدتنا اننا لا نقتدي به في هذا الباب؟ نقتدي به في هذا الباب لكن يقتصر اقتداؤنا به على هذا الباب ومن هنا أمر معكم الى احدى النقط التي شكلت خللا على مستوى القدوات بالنسبه لهذه الامه في عصرها الراهن. الله عز وجل جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء قدوه لنا في الاقوال والافعال بل حتى في الاحوال فيما يتعلق بمواجهه الابتلاءات في كيفيه الصبر في كيفيه الخوف في كيفيه الرجاء الى غير ذلك من من انواع العبادات والمعاملات. ثم جاء جيل الصحابه ليسطر لنا بحروف من ذهب وباوجه من نور القدوات التي نتبعها ثم عجن اولئك الصحابه بماء النبوه عجنوا جيل التابعين ثم خرج لنا منهم قدوات في شتى المجالات وهكذا يعني توارث يعني اجيال هذه الامه ما بين الخلف والسلف توارثوا جمعا من القدوات نقتدي بهم ثم جاء على الامه زمن الانحطاط فذابت هذه القدوات وقع تفكيك وهذا كان امرا مقصودا من اعداء هذه الامه وقع لهم تفكيك بين المطالعه والقراءه والعلم وبين الامور يعني امور المعاش والدنيا فشغلوا الناس بعد تفقيرهم وتجويعهم شغلوهم بكسب قوتهم اليومي وفرقوا بينهم وبين محاضن العلم من كتاتيب ومدارس للتعليم الشرعي العتيق و حددوا لهم حتى الدوائر التي ان ارادوا ان يطلبوا فيها العلم يعني بشكل التعليم النظامي حددوا لهم الدوائر ولم يكونوا يعلموهم بشكل بشكل عالٍ كما يعلمون أبنائهم. فوقع هذا الشرخ في الأمة فلم تعد الأمة تطالع في كتبها في سير سلفها فظنت الأمة أنه أنها لا تحتوي على قدوات ولا تضم أسوات وليس لها من تقتفي أثره. فلم يبقى أمامها وهذا أمر فطري جبلي، الإنسان يحب أن يرى قدوة أمامه. فلم يبقى له من القدوات الا القدوات المستورده التي لمعها الاعلام فجعل منهم ابطالا وان كانوا مزيفين لكن طريقه التلميع جعلت له جعلت منهم ابطالا فاتبعهم الناس جعلوا لهم ابطالا صحيح على مستوى الاختراعات والابتكارات لكنهم قد يغفلون مثلا ان مخترع الاله التي في خلال الحرب العالميه الثانيه ان مخترع الاله التي بموجبها استطاع ان وكان يعني كان متفوقا في علم الرياضيات الاله التي بموجبها استطاع الحلفاء ان يكشفوا الشفرات التي الكودز الشفرات التي بموجبها كانت قوات الجيش النازي والجيش الفاشل الايطالي والجيش الياباني كانت هذه القوات كانت تشفر رسائلها فهذا العالم البريطاني اكتشف هذه الآله واخترع هذه الآله التي بموجبها يتم كشف هذه الشفرات ويعني فضح اسرار العدو، عدوهم طبعا. لكن عندما يبينون هذه المسأله ويلمعون هذه الصوره لا يذكرون للناس ان هذا العالم كان عنده اشكال على عن مستوى المعاملات وهو كان ابتداء كان متعجرفا متكبرا بشهاده من صحبه في تلك المرحله وكان رجلا يعاني نسال الله العافيه كان يعاني من الشذوذ الجنسي كان شاذا جنسيا فهذا امر لا يذكر ثم يلمعون لهم الفنانين فياتونهم بمغني مشهور فيذكرونه في له في يذكرونه لهم في الاعلام ويبينونه على يوضحون صورته على انها قدوه وعليه ان يتبع الى غير ذلك لكنهم لا يذكرون ان هذا الفنان مثلا انه مدمن للخمور او مدمن للمخدرات او ان علاقته بالنساء علاقه محرمه غير شرعيه نحن لا نتهم الجميع انهم هكذا لكن اوساط هذه الاوساط انما تعج بمثل هؤلاء الناس وسط هذه يعني هذه العتمة وهذا الظلام الذي لا تبرز فيه هذه النجوم إلا من جهة واحدة مزينة ملمعة تزيينا شيطانيا صار الناس في أمة الإسلام والمسلمين تائهين يبحثون عن قدوة وكما ذكرت لكم فالإنسان مجبول على اتباع قدوة فعندما يولد الولد ابنا كان او بنتا فاول قدواته هما امه وابوه فاذا اراد ان يقلد ابتداء بالكلام فهو يقلد كلام امه وابيه ثم بعد ذلك يقلد المشيه وكل من لديه اطفال صغار فقد لاحظ كيف انهم يحبون نزع احذيتهم الصغيره من ارجلهم ويحبون ان يلبسوا أحذية آبائهم وأمهاتهم. الإنسان مفطور مجبول على أن يقلد شخصاً، أن يقتدي بشخص. فما لم نقدم لأولادنا وبناتنا القدوة الحسنة الصحيحة الصالحة فسوف يقتدون بقدوة سيئة فاسدة مفسدة. والواقع يعني خير شاهد وخير دليل على ما أقوله لكم الآن. إذاً عندنا او علينا مسؤوليه جسيمه الا وهي مسؤوليه احياء القدوات في مجتمعاتنا ابتداء من اول مدرسه الا وهي البيت علي وعليك ايها الاب وعلي وعليك ايتها الام مسؤوليه اعاده صناعه انفسنا صناعه صحيحه انا لا اقول انه يتوجب علينا ان نصير ملائكه فالانسان انسان والملك ملك والجن جن والرب رب سبحانه جل في علاه والرسل والانبياء شيء وعموم الناس شيء اخر قضيه هذه القدوه علينا ان نفقه اننا نحن الاباء والامهات نحن اول قدوه في حياه اولادنا فلنكن بذلك قدوه حسنه المساله الثانيه المدرسه الثانيه وهي حيث نضع اولادنا وبناتنا علي وعليك ايها المدرس ايتها المدرسه ايها الاستاذ الثانوي ايها الاستاذ الجامعي ايتها الاستاذ الجامعيه علينا جميعا هذه المسؤوليه نحن قدوات لطلابنا شئنا ام ابينا نحن قدوات لطلابنا لا يعني اننا لا نخطئ علينا ان نعلمهم باننا بشر نصيب ونخطئ لكن نوعية أخطائنا عليها ألا تكون في يعني على في درك معين. المسألة الثالثة معاشر الإعلاميين علينا وعليكم مسؤولية جسيمة والله الذي لا رب سواه سنسأل عنها غدا يوم القيامة وستسألون عنها جميعا أيها الإعلاميون أنتم من يروج للقدوات لأبنائنا أنتم من يروج القدوات لأبنائكم فروجوا لهم قدوات يسركم غدا يوم القيامة أن تجدوها في صحائفكم لا تروجوا لأولاد المسلمين ولا حتى لغير المسلمين لا تروجوا لهم قدوات تأخذ ب يعني تسوقهم عياذا بالله إلى ما لا تحمد عقباه في الدنيا قبل الآخرة ثم نقطة أخيرة قبل أن أختم هذه القدوة علينا ان نبين لاولادنا وبناتنا ولعموم المسلمين ان القدوه اذا اقتدينا بها واتسينا بها انما نقتدي بها في الجانب الذي يجب علينا ان نقتدي به فيه وهو جانب والجانب الذي يصنع النجاح. ربما ليس في تفاصيله الدقيقه لكن في معالمه الكبرى ومعالمه العامه. مثلا لو اخذنا بعين الاعتبار أبا يحب القراءة فهذا لا شك سيؤثر في اولاده لكن عليه ان يبين لاولاده انهم ليسوا ملزمين بمطالعة نفس الكتب التي يطالعها او بمطالعة الكتب التي تتطرق لنفس المجال الذي يطالعه فمثلا اب مهتم بجانب السياسه فهذا سيقرأ كثيرا لكتب السياسه فالولد يتاثر في هذا الباب لكن الولد قد لا يكون له ميول للسياسه بحسب السن بحسب الميول بحسب التاثير بحسب الوسط الذي يكبر فيه في البيت وخارج البيت ايضا ففي بعض الاحيان يعزف الولد عن القراءه لانه يريد ان يقرا ابتداء مثل ابيه لكنه لا يفهم امور السياسه فيظن انه فاشل في باب القراءه فيعزف عن ابيه وعن القراءة وعن السياسة، ثم بعد ذلك تجده قد سلك سبيلا اخر غير السبيل المحمود الذي كان عليه. وهكذا نبين للناس ان هذا المجال علينا ان نقتدي فيه بهذا الشخص، لكن لسنا ملزمين ولا مضطرين الى الدخول في تفاصيل ذلك المجال. علينا ان نحبب لاولادنا القراءة والمطالعة ونبرز لهم قدوات في هذا الباب. علينا أن نبين لهم أن الشاب الذي والشاب التي يعني يخترع في مجال معين من مجالات العلوم هذا قدوة يجب أن يشهر ويظهر نبين لهم كيف أن أبناءنا من أبناء المسلمين بينهم مخترعون بينهم رياضيون متميزون بينهم فيزيائيون متميزون بينهم كيميائيون متميزون بينهم رياضيون من الرياضيات ليس من الرياضة رياضيون متميزون نبين لهم أن منهم مطالعون متميزون وما الفتاة الصغيرة المغربية مريم أمجون حفظها الله وبارك فيها وأنبتها نباتا حسنا وسائر أولاد وبنات المسلمين وما مريم أمجون عنا ببعيد عمرها لم يجاوز يعني السادسة أو السابعة وفازت بالجائزة الأولى العالمية للقراءة باللغة العربية. يعني نبرز لأولادنا هذه هذه القدوات ونبين لهم هذه الأصوات ونحفزهم على أن الفوز والنجاح باتباع هذه القدوات البناءة عسى أن نعيد بناء مجد هذه الأمة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، جعل الله عز وجل منا ومنكم قدوات صالحة حسنة يعني ليقتفي اثرنا ابناؤنا وبناتنا من بعدنا فتخلد اذكار تخلد اذكارنا عند ربنا عز وجل في الصالحين وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.